جهود دؤوبة تقوم بها الدولة المصرية لتطوير القطاع الطبي ولا سيما في المحافظات من خلال تطوير المستشفيات وتزويدها بأفضل الإمكانيات. يأتي على رأس تلك المشروعات مشروع تطوير مستشفى بني سويف التي صارت صرحا من أهم الصروح الطبية بمصر في الآونة الأخيرة. تعد مستشفى بني سويف التخصصي صرحا طبيا كبيرا على أرض المحافظة بأحدث الإمكانيات وبمواصفات عالمية بعد تطويره ضمن خطة شاملة للمنظومة الصحية لتقديم أعلى خدمة صحية للمواطنين بأقسام طبية جديدة وتخصصات نادرة تنفيذا لتوجيهات الدولة. مستشفى بني سويف التخصصي أكبر مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة بني سويف. المستشفى تم تطويرها ورفع كفائتها بناء على توجهات الدولة بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن. المستشفى تقدم خدماتها على مدار الـ 24 ساعة في جميع التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة والجراحات التخصصية، بالإضافة إلى أسطرة القلب والرعايات المتوسطة والرعايات المركزة والحضانات. المستشفى تقدم خدماتها لجميع المرضى من محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة، سواء مرضى التأمين الصحي أو غير المنتفعين بالتأمين الصحي، وتتحمل الدولة كامل التكلفة عن طريق استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي أعباء مالية على المواطن. مراحل التطوير داخل المستشفى تشمل 3 مراحل، حيث شمل التطوير الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، والتي شملت مبنى لـ 46 عيادة خارجية بمبنى مكون من 3 أدوار، يتضمن استدعاء إلكترونيا للمرضى لزيادة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. الناس هنا من اللي أنا جاي لهم، لا شكروا جدا في الأطباء وفي زيارتهم وهم تبعتهم، حتى طائم الخدمة والتمريض كلهم ناس بصراحة على أعلى مستوى، فبصراحة ده صرح أنا بتشرف به. بالإضافة إلى تجهيزات تشمل تشخيصا كاملا للمريض في العيادة وإنشاء 6 عيادات للأسنان وعيادات القلب بكل أنواعها التشخيصية وعيادات تشخيصية لمرضى فيروس سي في الطابق 3 من المبنى الذي تم إنشاؤه في عملية التطوير بالمستشفى، ووحدة تعقيم مركزي من بلازما و 192 سرير إقامة داخلية. تعتبر مستشفى بني سويف التخصصي إحدى مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهي أكبر مستشفى داخل محافظة بني سويف، تستقبل المترددين من داخل وخارج المحافظة، تقدم الخدمات العلاجية المجانية لجميع المترددين على المستشفى من استقبال وطوارئ وعيادات خارجية وعناية مركزة وأطفال مبتسرين، بجانب الجزء الخاص بالعمليات الجراحية وعلاج الأورام، كذلك القسم كامل للأشعة التشخيصية وأسطرة القلب. كما شهدت مراحل التطوير المبنى الرئيسي بإنشاء قسم قسطرة القلب مزود بالعناية المركزة وتجديد غرف وإمداد المستشفى بتكييف مركزي ليغطي كامل أرجاء المستشفى، وازدادت الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعد انتهاء المرحلة الأولى من حيث غرف العناية المركزة ورعاية قلب وغرف العمليات والأقسام الداخلية وحضانات الأطفال.